اصل ملح وداب الشايبكم سب. جهزوا نفسكم هننقل على الوكيل القديم قبل ما يقل عقله ويبلغ عننا. مش عيب. معقول حد يبلغ عن زملاته وولاد كارو؟ معقول اسلم زملاتي للبوليس؟ البوليس اللي رماني في السجن 10 سنين، ويا ريت هرميكوا في السجن اللي هيلف حوالين رقبيكوا حبل المشنقه. لو كنتوا هلافين كنا نقول اه تستحقوا الشن. بس بقى ما اقول لك اسمع انت الاول. سيبه يتكلم. اه سيبني. تعرف انا ما رضيتش اهرب ليه؟ لانكم عيال كويسين ومجدع، وخصوصا مصطفى، بس صعبانين عليا قوي لانكم مرمين في سجن مؤبد، وهم الراجل بتاعكم يغضب على واحد فيكم يحكم عليه بالاعدام وزميله يفحط له في الصحراء علشان يتويه. انتوا عايشين بتعملوا ايه؟ بتهببوا ايه؟ هي دي عيشة دي اللي انتوا عايشينها؟ تعرفوا مين اللي بيتمتع بحياته؟ ستكم وتاج راسكم. وده مين تاج راسنا ده؟ اللي بيستكردك يا بجم، اللي بيشغلك يا حجر. اه انتوا ازاي سايبين عمالي بس كتير من الصبح؟ مطلوب ساكت بقى. انا شايف يا درش انك انت الوحيد اللي بتستلقى المعلومات وبتسلم المحصول. بذمتك ما بتصعبش عليك نفسك كنت واقف قدامه زي العبد الذليل. انا عمري ما وقفت قدامه، عمري ما شفته ولا حد فينا شافه. يبقى هو ربنا بتاعكم يشوفكم ولا تشوفوهوش. يعني لو قدر الله واتظبطتوا كده في شغلانه تروحوا في شربة ميه وهو قاعد فوق في العلالي حاطط رجل على رجل، مش كده ولا لا؟ ما تتكلموا، ما تنطقوا. الراجل ده واكل عليكم فلوس كتير، معلش انا هعوضها لكم. احنا هنستنى لما يكلفنا بعمليه جديده وناخد المحصول ونوزعه على بعض بالعدل. انا زي مصطفى زي اي واحد فيكم، هناكل ونتبسط ونتمتع بالدنيا. خلاص وانا واخوكم اوعوا تسمعوا كلامه، ده بيعمل كده عشان يهرب من الموت. انا مش هرد عليه، مصطفى هو اللي هيرد. كان يقدر يهرب ويشتغل لحسابه، لكن رجع عشان ينبهنا لحاجات كتير كنا غفلانين عنها. كل كلمه بيقولها هي عين الصواب. احنا بناخد ملاليم وعايشين عيشه الكلاب، محرومين من الدنيا. على العموم احنا عرفنا بعض بالمعروف نفرق بعض بالمعروف. خدتوا فلوسي واديتوها للي ما يستحقش، لكن انا هعرف اعوضها لنفسي. وخليكم انتوا زي ما انتوا. سلام عليكم. رامز. ايوه يا درش. هتستنى ويانا على طول. حقك علينا، وادي راسك. كل واحد يبص على راسه.